اكلمكم كده انترودكشن لذيذة كده في السريع عن البنتليشن تيستينج ان شاء الله. يعني اعرفكم بنفسي الاول، انا اخوك الصغير احمد فتوح، بدرس كمبيوتر ساينس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. في من يعني في البداية كنت سي تي اف بلاير وباك بوينت هانتر، وبقالي 6 شهور شغال سايبر سيكيورتي انجينير في شركة ام ان زي انفورميشن سيكيورتي سيرفيس. سيبكم من الاسم الشهرة ده، ملوش لازمة. النهاردة ان شاء الله كده ايه هنعرف ان شاء الله ايه هو البنتريشن تيستينج وانواعه والستيجز اللي بيمر بيها اي بنتريشن تيستر وهو شغال، او البروسيس اللي بنعملها واحنا شغالين. وهنتكلم برضه عن ازاي نبدأ في البنتريشن تيستينج، واقتراحات كده لكام ماتيريال عشان تذاكرها يعني لو حابب تبدأ، والاماكن اللي ممكن تبراكتس فيها او تطبق فيها الحاجات اللي انت هتذاكرها. وهنوضح كده كم ترند موجود زي الباك بوينت هانتنج ايه هو، وهنوضح برضو البين تيستنج از جوب، وهنوضح ايه هو السي تي اف، وفي الاخر خالص هنطبق كده اللي احنا قلناه على ماشين في اللذيذ كده ايه، بحيث اعرفكم البنتريشن تيستينج بيمر ازاي او بنعمل ايه واحنا شغالين في الشغل العملي. فخلونا نبدا كده ايه نقول هو البنتريشن تيستينج. البنتريشن تيستينج يا جماعه ده كده زي ما تقول ان شركه ما عندها ابلكيشن او كمبيوتر سيستم معين، بيروحوا مثلا لشركه بتقدم خدمات سايبر سيكيورتي، تمام، بيروحوا يقولوا لهم يا جماعه والله انا عندي مثلا ابلكيشن عاوز اعمله بنتست. ايه هو البنتست بقى؟ والله انا البنتريشن تيستر بياخد الابلكيشن ده وياخده يطلع كل الباجز او الفرنابيلتيز اللي موجوده في الابلكيشن ده. ايه هي الابلكيشن دي؟ دي كده زي ما تقول فلوز، او مثلا زي ما نقول مثلا باج في الكود بتليد لحاجه معينه، بتليد لماليشوس سينج ممكن يحصل في الابلكيشن ده. يعني مثلا لو نقول مثلا كتبت كويري غلط في ابلكيشن ماي سيكوال، فهتليد ان تخلي الاتاكر يقدر يكولكت السيت اوف داتا عن طريق مثلا اتاك سيكوال انجكشن. فهنا المهمه بتاعت البنتريشن تيستنج او البنتريشن تيستر بيعمل ايه؟ بيعمل تيست على كل الفرنابيلتي اللي ممكن تكون متاحه في الابلكيشن او السيستم اللي هو هيشتغل عليه. البنتريشن تيست بيشمل حاجات كتير، يعني انت بتشتغل حرفيا على اي حاجه تيجي قدامك، انت بتبعت لك السكوب او التارجت اللي هتشتغل عليه وتبدا تشتغل، سواء بقى كمبيوتر سيستم، يعني السيستم اللي شغال ده بقى ويندوز او لينكس ايا كان، او ويب ابلكيشن مثلا زي الفيسبوك جوجل ايا كان ويب ابلكيشن تشتغل عليه، موبايل ابلكيشن، موبايلات يعني الابلكيشن بتاعت الاندرويد، ابلكيشن اي او اس، اي بي اي، الباك اند سيرفرز، الحاجات دي كلها، والوايرلس برضه، النيتوركس اللي بنشتغل عليها دي. انت بتعمل بنتست كل حاجه على حسب التارجت اللي هيجي لك انت بتبدا تشتغل عليه. ليه؟ زي ما قلنا الشركات كلها بتبقى عاوزه تامن نفسها وتامن الكاستمرز اللي عندها، فعشان تامنهم لازم تجيب بنتريشن تيسترز يشتغلوا على الابلكيشن بتاعتهم بحيث يطلعوا كل الفورنابيلتي دي ويقفلوها عشان يكون الابلكيشن بتاعهم كلير. كلير بمعنى ايه؟ يعني ما فيهوش اي باجز ممكن تليد الاتاكر مثلا انه يسرب داتا بتاعت كاستمر زي ما حصل مثلا قبل كده في شركه سويفل. فكل الشركات مش عاوزه توصل للنقطه دي. فده كان بنتريشن تيستنج باختصار، مش باختصار او عشان ما نكتبش. الانواع احنا عندنا 3 انواع، وركزوا معايا عشان السؤال ده بيتساف في اي انترفيو هتدخلها. انت عندك في مصر عندنا بنعمل النوع اللي هو في النص، النوع اللي هو في النص او الاولاني، لحد دلوقتي ما بنيش نوع اللي هو البلاك بوكس. فعندنا يا جماعه 3 انواع، البلاك بوكس بين تيستنج، والجري بوكس بين تيستنج، والوايت بوكس بين تيستنج. الفرق ما بينهم باختصار ان الوايت بوكس انت بيبقى معاك كل المعلومات عن التارجت اللي انت هتشتغل عليه، والله بقى من اسم الشركه والعنوان بتاعها والابلكيشنز اللي موجوده فيها، ومعاك اكسس على النتورك من جوه ومن بره، ومعاك يوزر نيمز وباسورد، معاك كل حاجه. ده هو الوايت، معاك حرفيا كل المعلومات بتاعت التارجت بتاعك دي اللي تخليك تشتغل، تمام. البلاك بوكس ما بقاش، ما بيبقاش معاك اي حاجه،
انت بتاخد بس اسم الشركه كده ومع نفسك، تبدا بقى تعمل ريكونايزنس بقى وانفورميشن جازرنج، وتبدا تعمل كل حاجه من الزيرو، تجمع معلومات من الزيرو عن التارجت اللي انت هتشتغل عليه. الجراي بوكس خليط ما بينهم الاثنين، بمعنى انت بيبعت لك مثلا التارجت ويور ان مثلا ابلكيشن معين خاص بالشركه دي او بالكاستمر ده، ومعاه مثلا يوزر نيم وباسورد، بس يوزر نيم باسورد بلو بريفيليج، بمعنى والله يوزر نيم عبيط مالوش اي اكسس على اي حاجه. وتبدا انت بقى ايه تكولكت الاند بوينتس اللي موجوده في الابلكيشن بتاعك وتابيوز الفانكشنز اللي موجوده فيه. فاحنا عندنا الثلاث انواع دول، البلاك ما معكش اي حاجه عن التارجت بتاعك، الجري نص نص ممكن يكون معاك حاجات كتير وممكن لا، بس انت كده كده بيبقى معاك معلومات بسيطه بسيطه خالص. الوايت بيبقى معاك كل حاجه عن التارجت بتاعك اللي هتشتغل عليه. الستيجز او البروسيس اللي بيمر بيها اي بنتريشن تيستر لما يجي يشتغل. طيب انت كبنتريشن تيستر بتمر بخمس مراحل، تمام؟ اول حاجه هي الريكونايزنس او الانفورميشن جاذرنج. دلوقتي انا مثلا هشتغل على جوجل، فجوجل دي عندها الويب سايت بتاعها اللي هو السيرش، اللي هو السيرش انجن ده اللي موجود، وعندها اكوزيشنز كتير، شركات كتير بقى خاصه بجوجل، وعندها سيرفيسز كتير قوي بتقدمها. فانا عشان اعرف، انا اعرف التارجت بتاعي كويس وافهمه كويس، لازم اكولكت كل الداتا الحاجات دي واذاكرها مع نفسي وافهمها، وابدا اعمل دوكيومنتيشن كده لكل حاجه، او لو او لكل ابلكيشن الموجود خاص بالتارجت بتاعي ده، عشان ابدا اتيسته. بمعنى عمليه مرحله الريكونايزنس دي انت بتجمع معلومات، هي مرحله جمع معلومات بس عن التارجت بتاعك، عشان بعد كده تبدا تعمل سكان. والله الريكونايزنس دي انا عندي مثلا التارجت بتاعي ويب ابلكيشن، ابدا بقى كولكت بقى الاند بوينتس بقى والدايركتريز الموجوده والسب دومينز كل الحاجات دي، وبقى الابلكيشن برضه تبدا تعمل نفس الحوار، تمام؟ بعد كده بتمر بمرحله السكاننج، انت خلاص جبت الداتا بتاعت الابلكيشن او التارجت اللي هتشتغل عليه، هتبدا تشتغل بقى ايه تعمل سكان على التارجت ده. بمعنى سكان ايه؟ والله انا هبدا ادور لو في مثلا بابليك اكسبلويت اقدر استخدمها واجين اكسس، اللي هي هتوصلني للمرحله الثالثه. ايه هي البابليك اكسبلويت دي؟ زي ما حصل في 2017 في الرانسوم وير، لما كانت دي بابليك اكسبلويت، كانت بتوصل الى التاكر انه ياخد من على جهاز بتاع الضحيه، وبعد كده يرن الرانسوم وير ده على الجهاز، فدي بابليك اكسبلويت اللي هي ام اس 017. فانت بتبدا تكولكت، والله انا لقيت اي بي معين، هاخد الاي بي ده اعمل له سكان، اعمل له سكان بايه مثلا؟ بتول زي مثلا سيرش اكسبلويت، واعمل مثلا سكان بالان ماب بحيث تطلع لي البورتات المفتوحه والسيرفيس اللي شغاله على الاي بي ده، وبعد كده بسيرش اكسبلويت ابدا اكولكت الاكسبلويتس بتاعت السيرفيسز اللي بترن على الاي بي ده، السيرفيسز اللي قايمه على التارجت ده، ومنها بستخدم الاكسبلويتس دي ان انا اجين اكسس على التارجت بتاعي، تمام؟ يعني مرحله الجين اكسس ان انت خلاص انت دخلت جوه، بقيت قاعد على قلب الشركه، جميل. المينتين اكسس دي المرحله الرابعه، ودي زي ما نقول كده انت بتبقى عاوز تقعد يعني، او تبقى ضامن ان انت هتقعد اكبر قدر من الامكان جوه النتورك او جوه الابلكيشن او الكمبيوتر سيستم بتاع التارجت، زي ما تقول كده زي ما الاي بي تي بيعمل، او لما نقول مثلا الاتاكرز بيعملوا، بيدخلوا جوه ويعملوا هاك وياخدوا جين اكسس وكل حاجه، ويبقوا مثلا سايبين باك دور كده مخفي محدش شايفه ومعمول له راننج، هم واخدين اكسس بيه بحيث يقدروا مثلا ياخدوا اكسس لمده سنه كامله، بحيث يقدروا يكولكت يعملوا كولكت الكميه داتا رهيبه هم عاوزينها. جميل. يعني 200 اكسس ده انت بتبقى عاوز تفضل قاعد في الكمبيوتر سيستم ده لاطول مده معينه تقدر توصل لها، هي ده ال 200 اكسس. ممكن تبقى تبحث عن حاجه اسمها ميتر اتاك وهتفهم مال منال يعني الحوار ده كويس.
الميزه التاج ده عباره عن تكنيكس وتكتيكس بيستخدموها الاي بي تيز، وهم بيعملوا الانجيجمنت بتاعهم. الاناليسيس بقى دي مرحله الريبورتنج، انت بتبدا بقى يعني كل اللي انت عملته فوق ده بتبدا تكتبه. تكتبه ازاي؟ والله انا رحت عملت انفورميشن جازلنج، جبت له كذا وكذا وكذا، وعملت سكان على الاي بي كذا وكذا وكذا، وعلى الابلكيشن كذا وكذا، وبعد كده خدت اكسس بالاكسبلويت كذا. تبدا تكتب كل ده، تكتب كده ريبورت نضيف، تروح ايه تسلمه بقى للعميل بقى، لو كنت بتتعامل معاه مباشر او مثلا للمدير بتاعك ايا كان مين، انت بتسلمه له كده ايه وخلاص عليك. يبقى انت كده خلصت مرحله البنتريشن تيستنج بتاعتك كده، دي البروسيس اللي بتمر بيها. ازاي نبدا؟ هي دي هي بتختلط على ناس كتير قوي. بص يا جماعه، احنا دلوقتي انت كمنتريشن تيستر بتشتغل حاجات كتير، ممكن منها بقى نتورك منتريشن تيستنج، منها موبايل ابلكيشن منتريشن تيستنج، ويب، ممكن بقى يعني بتشتغل حاجات كتير قوي. فلنفترض لو هتقعد تذاكر كل حاجه لوحدها هتاخد وقت ممل. يعني زمان لو كنت تسأل حد انا عايز ابدا في البنتريشن تيستنج كان يقول لك ذاكر اي بلس، وبعد كده نتورك بلس، وبعد كده سكيورتي بلس، تقعد تذاكر كده كورسات كتير قوي، تلاقي نفسك في الاخر لسه ما بداتش حاجه خاصه بالبنتريشن تيستنج. فانت عشان تبدا في البنتريشن تيستنج محتاج تفهم حبه اساسيات كده مهمه. اساسيات زي ايه يا عم فتوح؟ انت محتاج تفهم اساسيات في النتوركينج. تمام، اساسيات النتوركينج يعني ايه؟ والله يعني محتاج افهم ايه هو التي سي بي، ايه هو الاي دي بي، ايه هو يعني ايه البورت، يعني ايه الباكيتس، يعني ايه السين اك، يعني ايه تفهم الكونسيبت بتاعت النتورك، تفهم الاو اس اي مودلز، الحاجات دي كلها. تمام، ليه؟ انت هتتعامل مع نتورك طبيعي هتتعامل معاها، فانت محتاج تبقى فاهم ايه اللي انت بتتعامل معاه عشان تبدا تعمل له بنتريشن تيست. ما انت مش هتروح تشتغل على حاجه وانت مش فاهمها، ده طبيعي. محتاج تبقى فاهم انت شغال على ايه، محتاج تبقى فاهم الكونسبت بتاع الاوبريتنج سيستمز. ما انت مثلا او نفترض جالك ماشين ويندوز، تمام، وانت مش فاهم اللينكس، هتقول معلش والله انا ما بعرفش اشتغل اللينكس؟ الطبيعي لازم تبقى فاهم في الاثنين. فانت لازم تبقى فاهم الكونسبت بتاع الاوبريتنج سيستم ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي. تمام، محتاج تبقى فاهم اساسيات في البيش سكريبتنج او اي لغه سكريبتنج عموما، يعني دي بتساعد عليك تو اوتوميت الحاجات اللي انت بتعملها. جميل، مش هقول لك بقى روح ذاكر بقى كل حاجه بالويب وتبدا مثلا تذاكر بقى ال HTML و CSS و جافا سكريبت و PHP و MySQL، وبعد كده تبدا تعمل ويب ابلكيشن عشان تبقى فاهم الويب ابلكيشن بيشتغل ازاي، وبعد كده تبدا تذاكر في الحاجات الخاصه بالسكيورتي بتاعت الويب ابلكيشن. انت مش محتاج كل ده. في الويب انت محتاج حاجتين. لو هتذاكر من الاول خالص فانت عليك بكتاب ذا ويب ابلكيشن هاكرز هاند بوك، تمام، وهتمشي حاجه بارلل مع الويب ابلكيشن هاكرز هاند بوك، هتمشي مع الاواز بتوب 10. ليه يا عم؟ انت دلوقتي الويب ابلكيشن هاكرز هاند بوك هيمشي معاك من الزيرو، زي ما قلت لك من الزيرو خالص، يعني كانك كده لسه بادئ في الويب ابلكيشن ما تعرفش حاجه فيها خالص. فالاواز بتوب 10 بيشرح لك فيها التوب 10 باجز بتوع كل سنه. انت بقى تجيبها من اول بقى، حتى بقى من اول ما طلع المصطلح ده لحد 2020، تلاقي بقى سيكوال انجكشن وبروكن اكسس كنترول وسيستم داتا اكسبوجر وكروس سايت سكريبتنج، تبدا تفهم كل ده. ليه؟ بحيث انت لو داخل انجيجمنت ومش فاهم ويب ابلكيشن تبقى على الاقل عارف التوب 10 باجز اللي ممكن تدور عليهم في اي ويب ابلكيشن. يعني زي ما تقول كده احسن من ان انت تخش وما تلاقيش حاجه خالص، يعني على الاقل تبقى داخل عارف حاجه تدور عليها، انما تبقى داخل مش عارف حاجه تدور عليها خالص دي ده بتضرك انت، يعني بتضرك انت وبتضر شغلك وبتضرك كسمعه. عادي لو مش عارف قول مش عارف، انما ما تقولش انا عارف وتدخل تتست وفي اخر يطلع الريبورت بتاعك كلين، هيبقى شكلك وحش قوي لو دخل بعدك بنتريشن تيستر وجاب حاجات وانت ما جبتش. اقول لك الراجل ده ما بيفهمش. كورسات زي ايه؟ بص، انت ممكن تذاكر سكيورتي بلس، ان هو المحتوى بتاعها دلوقتي بقى احسن من سي اتش. تمام، بعد كده ممكن تذاكر
ممكن تذاكر نتورك كونديشن تيستنج، كان حسن سعد كان عامل الماتيريال كويسه، او ممكن تذاكر سانز 540 تقريبا، ده ماتيريال برضو كويس، او ممكن تذاكر الليرن بنتريشن تيستنج كورس، ده برضو كويس. تمام، طبعا لازم تبقى دايما عامل حسابك انك تقرا الاخبار دايما، او تتابع على الاقل حد بينزل كل الحاجات اللي بتحصل كل يوم، التاكس اللي بتحصل بقى، البجز اللي بتحصل بقى، الاكسبلويتس اللي بتتنشر، لازم تكون متابع كل ده. بعد كده لو عايز تتعلم من الليفل بتاعك طبعا هتذاكر او اس بي، ده ما فيش نقاش فيها، لازم تذاكرها بعد ما تخلص. مش هقول لك بعد ما تخلص كل ده، بس اقل ما تلاقي نفسك بقيت كويس في الاساسيات في الوزبه توب 10 وبقيت ماشي يعني كويس، تذاكر او اس بي. نقطه التطبيق طبعا لازم اقول لك تحل على هاكس بوكس، بس ما تبداش بيه يعني، انت ما تبداش كده اول، ما ينفعش تخش على هاكس بوكس في الاول، انها هتكره نفسك زي ما اسلام كره نفسه كده يعني. فهاكس بوكس ما ينفعش خالص، هاكس بوكس تخشه بعد ما تكون حلت حاجات كتير قوي على اي حاجه يعني، طبقت مثلا على روت مي، وطبقت مثلا على ترايات مي، وطبقت مثلا على سيت اف تايم، ولعبت لك كده كام شين حلوين كده، مختلفه المستويات كده، مثلا على فان هاب زي ما قلت لك، من ايز الميديم هارد، مش لازم تصعب على نفسك وتحل انسان يعني. بعد كده ادخل هاجز بوكس. ليه؟ لان انت لو بدات تحل على هاجز بوكس مش هيبقى عندك ميثودولوجي تشتغل عليها، فهتلاقي نفسك تايه، هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل او مش عارف تعمل حاجه. فكون ان انت لما تلاقي نفسك كده هتحس ان انت بهيمه مش عارف تمشي، او هتحس ان المجال ده مش مجالك، او هتحس ان انت خلاص بقى يعني اخلع من المجال ده ملوش لازمه، صعب. تمام، فانت لازم قبل ما تدخل على هاكس بوكس لازم تبقى مستعد ليه كويس، لان فعلا المستويات فيه ادفانسد حبتين، لان ده بيحكي ريل لايف. تمام، يعني ده كل اسبوع كده بتلاقيه منزل لك ماشين لبابليك اكسبلويت طلعت، او اتاك اي بي تي عمله كده، وده بينزل لك حاجات ريل لايف بحت، فعشان تدخله لازم تكون مستعد ليه، وده احسن مكان تطبق فيه هو هاكس بوكس. بعد ده كله انت ممكن تهنت برضه يعني، بس انا ما انصحكش تهنت الا لما تكون مأسس نفسك كويس. تمام، انت بتهنت على ريال ابلكيشنز والكلام من ده، بس لازم تكون مأسس نفسك كويس، ما تهنتش مثلا ما تروحش تقرا رايت اب وتروح تجرب البج اللي فيه على الابلكيشن اللي انت شغال عليه، انت كده بلح، انت كده ما بتعملش حاجه. لا، لازم تبقى فاهم الاول قبل ما تشتغل، عشان ما تحرقش وقت على الفاضي. هنت بعد ما تأسس نفسك كويس. ماتيريالز نتورك بلس ده عشان تأسس نفسك في النتورك كويس. تمام، قلنا سكيورتي بلس، وقلنا الوزب تيستنج جايد في 4 ده الفيرجن الاخير، ده جامد، ده حاجه محترمه تقراها. تمام، الاو اس بي طبعا نصحنا بيها، وفي حاجات كتير قوي مثلا زي الاي وابت والاي وابت اكستريم، الكلام ده كله ممكن تذاكره برضو هيفيدك كله. دي بقى هنا الصفحه دي احنا بنريكومند الاماكن اللي تقدر تطبق فيها، زي ما قلت لك لو على السي تي اف ممكن تطبق في سايبر تالنتس، ممكن تطبق في روت مي وسي تي اف تايم. الباج هانتنج ممكن تطبق او تهانت يعني في هاكر وان او باك كراود، دول اشهر اتنين، في غيرهم كتير برضه زي انتجريتي وياس وهاك وحاجات كده كتير. الماشينز زي ما قلت لك عندك هاكس بوكس ودكتوب، وعندك تراي هاك مي، وعندك فان هاب، وابدا بده ما تنساش زي ما قلت لك، تبدا بده وده، ده برضه عامل رمز كويسه جدا ممكن تطبق عليها. هنا كان في كده ايه حبه يعني ناس بتختلف على كام ترند، قلنا نوضح. ناس كتير قوي بتدخل المجال بتاعنا عشان الباج هانتنج، تمام، عشان الفلوس، الدولارات بتزغلل الاعلانات، فاحنا برضو عاوزين نوضح نقطه ايه هو الباج هانتنج. الباج هانتنج يا جماعه ده انت كده بيجي تبقى شركه محترمه مثلا زي جوجل، ما عندهاش وقت تعين عندها في الشركه بنتيشن تيسترز. تمام، فبتعمل ايه؟ بتقول لك يا جماعه انا هروح اعمل بروجرام
البروجرام ده احط فيه السكوب، ايه هو السكوب ده، احط فيه كل الابلكيشنز بتاعتي للاسكر هاكرز اللي موجودين في الورلد كله، واقول لهم يا جماعه والله انا عاوزكم تهنتوا ازاي، تطلعوا كل البجز اللي موجوده في الابلكيشنز بتاعتي، والمقابل هديكوا هول فيم. تمام، ادخلكم الهول فيم بتاعنا ده اللي هو الايه يعني قاعه المشاهير بتاعتهم، وهديكوا ريورد، هديكوا فلوس. ده بيبدأ الاسكال هاكرز الموجودين يبدأ يهانتوا طلاب باجز، وايه عادي بتعمل بنتريشن تيست عادي خالص، بس بقى على الابلكيشن المعين اللي انت بتفهم فيه. يعني لو كان السكوب ده مثلا فيه ويب واندرويد ونتورك والكلام ده، انت بتفهم ويب هتبدأ تهانت على الويب، تمام، بتطلع الباجز اللي قدرت تجيبها وتعمل ريبورت محترم وتبلغ، وفي المقابل بتاخد فلوس. هو ده الباك هانتنج. تمام، بص احنا انا يعني انا قلت في البدايه مصطلح انك لما حد يجي يقول لك هاو تو جيت يور فيرست باج، يعني هاو تو جيت يور فيرست باج ده مصطلح خاطئ. ليه يا عم فتح مصطلح خاطئ؟ لان انت هتجيب فيرست باج فين؟ يعني والله في مليارات الابلكيشنز في الدنيا، انا هجيب فيرست باج في انهي ابلكيشن؟ ما انا ما اعرفش. يعني لو هنقول مثلا في الويب ماشي، يعني how to get your first bug in web application، تمام، يبقى كده مصطلح ماشي تمام. انما لما اسيب لك المصطلح عايم كده، فيبقى انت كده بتهبل. يبقى انا كده لازم اشرح لك تجيب first bug في كل application موجود في العالم، تمام. فانا عاوز اوضح النقطه دي، ما ينفعش تقول لحد او تشرح له انه وجيبها تقول له how to get your first bug، ما ينفعش تقول له كده خالص، تمام. فاحنا هنقول دلوقتي ازاي تجيب فيرست باج في الحاجات المشهوره، يعني او مثلا هوضح لك ازاي تجيب فيرست باج لو اشتغلت على حاجه. إيه، انت كباج هانتر او بنتريشن تيستر بتشتغل على ابلكيشنز كتير ونتورك كتير، تمام، بتتعامل مع مختلف السيستمز الموجوده في الدنيا. ف كراجل عاقل بتدخل على الابلكيشن ده تفهمه الاول. والله انا عندي مثلا ويب ابلكيشن بتاع بيمنت ميثود ازاي بيه بقى مثلا والكلام ده، وناس بتحول وناس بتستقبل والكلام من ده، فانا ببدا افهم الابلكيشن ده بيشتغل ازاي، تمام. يعني مثلا انا عندي فانكشن بتبعت فلوس، ادي واحد، وعندي فانكشن تستقبل فلوس، ادي الثانيه، وعندي مثلا فانكشن بتعمل ريجستر، وعندي فانكشن بتعمل مثلا ريسيت باسورد. فانا ببدا اكوليكت كل الفانكشنز اللي موجوده في الابلكيشن اللي انا هشتغل عليه، تمام، وابدا بعد كده اعمل ابيوزنج للفانكشنز دي. يعني مثلا والله لو انا عاوز ابعت $1,000 مثلا، وهو مفيش في الحساب بتاعي الا ومفيش في الحساب بتاعي الا $500 مثلا، فانا عاوز اعمل ابيوز الفانكشن دي بحيث ان انا ابعت $1,000 دول، فاهمني؟ او مثلا لو انا هشتري حاجه مثلا من ويب سايت ما من سوق مثلا، والحاجه دي $50 وانا عاوز اخد $5 بس، فانا ابدا افهم الفانكشن دي بتشتغل ازاي الاول، وبيتعامل مثلا في فاليديشن مثلا على الرقم ده في السيرفر سايد ولا لا، وببدا اعمل ابيوزنج للفانكشن دي، اغير الرقم مثلا وهي رايحه للسيرفر، اشوف هيعدي ولا لا، اشوف هاخد بلوك ولا لا، كده افهم البيهيفور بتاع الابلكيشن اللي انا هشتغل عليه الاول، ايا كان الابلكيشن او السيستم اللي هتشتغل عليه. طول ما انت فاهم السيستم او الابلكيشن اللي انت هتشتغل عليه كويس، وفاهم البيهيفور بتاعه ايه اللي بيحصل لما تعمل اي حاجه، اي كليكايه فيه وانت فاهمها كويس، بتعرف تطلع البجز اللي موجوده فيه، بتعرف تعمل ابيوز للفانكشنز الموجوده فيه بكل اريحيه. فقبل ما نشتغل على حاجه افهمها الاول، يعني قبل ما تبدا شغل في اي حاجه اقعد كده مع نفسك ساعه كده بكوبايه شاي نعناع، وابدا افهم هو بيشتغل ازاي، هتلاقي نفسك الدنيا سلسه ولذيذه خالص. البنتريشن تيستنج في كشغل هقول لك عم الدنيا بتمشي ازاي. بص يا سيدي، انت كبنتريشن تيستر بتقوم كل يوم الصبح من النوم، تمام، بتبص على الميل بتاعك، بتشوف الشغل اللي جالك. انت بيجي لك ميل بالبروجكت اللي هتشتغل عليه، ايا كان بقى نتورك ويب موبايل اي حاجه، تبقى تاخد السكوب ده زي ما قلنا في البروسيس اللي احنا شرحناها فوق بالظبط، ريكونايزنس سكاننج جيننج اكسس مينتيننج وبعد كده اناليسيس. انت بتبدا تعمل كل ده، تمام، واحده واحده، وفي الاخر بتكتب الريبورت وتبعته. هي دي اللي شغلانتك في
في الشركة، هو ده اللي انت بتعمله زي الباج هانتنج بالظبط برضه. بس هنا انت ما بتبقاش عارف انت ايه اللي هتشتغل عليه. يعني انت مثلا ممكن في يوم تشتغل ويب ابلكيشن، ممكن في يوم مثلا تشتغل موبايل، ممكن في يوم تشتغلش خالص، ممكن في يوم تدخل مثلا ليد تيم انجيجمنت مني. فانت بتبقى على حسب. هتقول لي طب انا دلوقتي لو عاوز اشتغل في شركة اشتغل ازاي؟ بص، انا كنت يعني في البدايه كنت بخاف اقدم في شركات برضو، لان انا ما كنتش بشتغل الا نتورك مدشن تيستنج ويب، وبلعب في استفات حاجات مختلفه، يعني بلعب فرونزكس وبلعب ريفيرس على خفيف. فالفكره انت ما تخافش، يعني انت مثلا شايف نفسك كويس في المدشن تيستنج وناحيه النتورك، وشايف نفسك كويس برضو ناحيه الويب، والله اللي كويس كده كده في النتورك بيبقى كويس في الويب، ده معروفه يعني. فقدم، ما انت بتبقى داخل، انت كده كده بيتعملك تكنيكال انترفيو. تكنيكال انترفيو ده قبل ما تدخله بتتسال في كل حاجه انت عارفها، بيسالك يعني بيقول لك انت بتفهم في ايه، انت هتقول له والله انا كويس في نقطه كذا وكذا وكذا، هيسالك فيه. بس بعد كده بيبعت لك زي ما تقول كده اسسمنت تشتغل عليه، بيشوف انت مش مثلا بيعجزك او كده، لا هو عايز بس يشوف انت بتفكر ازاي لما تيجي تشتغل على اي تارجت في الريل لايف. بالبلس بيشوف حته كتابه الريبورت بتاعك، الريبورت بتاعك بيكون شكله عامل ازاي، تمام. بس فانت لو كويس في اي حاجه قدم، وما تقلقش من حاجه، ادخل وجرب، اديك كده كده هتستفاد. ودي كانت نقطه. سيت اف بقى اللي احنا عاملين على صداع دي يا جماعة، الكابيتشر ذا فلاج دي كده، ناس جدعان بيجوا عاملين ايه، يقول لك والله احنا كتبنا كام تشالنج كده وعاوزين نعرف الناس هتعرف تحل ولا لا. يبقى كده عن كمبيوتر سكيورتي كومبيتيشن، تمام. يبقى بتبقى من مختلف التحديات، بيبقى فيها ويب ابلكيشن سكيورتي، موبايل ابلكيشن سكيورتي، فرونزكس اللي هو الديجيتال فرونزكس يعني، ويبقى فيها ريفرس انجيرنج، يبقى فيها مختلف الانواع. انت بتطبق عليها لان انت بتعمل الحاجات دي في ريل لايف، بس مش كل الستفات هتعملها في ريل لايف. يعني هي بتبقى كده مسابقه، انت بتحل التشالنج ده بحيث انك توصل للفلاج في الاخر. ده بمختصر المفيد للسي تي اف.